بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم وحيثما وجدتم في هذا العدد الجديد والحصري على قناتكم كليب اكسس، اين سوف نتطرق الى طريقه او الحل النهائي لمشكله تحميل لعبه ببجي وغيرها من الالعاب الموجوده في بلاي ستور بدون اي مشاكل، بدون تقطيع، بدون يعني اي مشكله تذكر. يعني اول شيء مشاهدينا الاعزاء، طريقه سهله وسهله جدا، ما عليكم سوى اتباعي خطوه في خطوه. حنوريكم هذه الطريقه لتحملوا اي برنامج، اي لعبه، يعني مهما يكون يعني الحجم تاعها، عن طريق طبعا جهاز الكمبيوتر. يعني الشروط، هو يوجد شرط واحد فقط، هو انه يكون عندكم برنامج جوجل كروم. اول خطوه مشاهدينا الاعزاء، نقوم بالدخول الى موقع جوجل بهذا الشكل، يعني طريقه سهله سهله جدا. بعد الدخول الى موقع جوجل نقوم بكتابه هذه العباره APK Downloader for Google Play Store، نقوم بكتابه هذه العباره. ثم بعد ذلك نقوم بالدخول الى الرابط الاول هنا APK Downloader for Google Play Store، نقوم بالضغط هنا، يدينا الى متجر جوجل كروم، ونقوم بتحميل هذه يعني نقوم بتحميل هذا يعني الاكستنشن، نقوم بتحميلها. بعد ان تقوموا بتحميل يعني هذا التطبيق، الطريقه سهله وسهله جدا، نذهب الى موقع جوجل مره اخرى، ونقوم بكتابه مثلا اللعبه اللي راكم حابينها، ببجي موبايل. لست ادري الالعاب كثيرا، ولكن يعني اللعبه اللي راهي في مخكم تقومون بكتابه اسمها، ثم تتوجهون دائما الى الرابط اللي مكتوب play.google.com، يعني نقوم بتحميل اللعبة من الموقع الرسمي من جوجل بلاي، ليس من أي موقع آخر، نقوم بتحميلها من جوجل بلاي كما تشاهدون. طبعا واش ندير، ننظر هنا، كما تشاهدون خرجت لنا هذا الزر الجديد، يوجد علامة واحد APK Downloader for Google Play Store، نقوم بالضغط هنا. بعد ذلك تدينا لهذا الصفحة مباشرة. احنا واش ندير هنا، كما تشاهدون هاي لعبة ببجي، هاو مثلا التحديث الاخير 0.18، نقوم بالضغط هنا على جوجل بلاي. بعد ذلك نقوم بتحميل هذه اللعبة. كيف نقوم بتحميل هذه اللعبة؟ نضغط يعني الضغط مباشر، واذا كان عندكم برنامج EDM نقوم بالضغط باليمين ونضغط على داونلود with EDM، وكما تشاهدون بدأ تحميل اللعبة. كاين ملاحظة مهمة ومهمة جدا جدا جدا، كما تشاهدون هنا اللعبة او الاسم اللي راهي يعني راهي تتحمل به، كما تشاهدون يعني اسمها او بهذا الشكل AAF3DWB. طريقة سهلة، كي تكمل تحميلها، عندما تنتهي من تحميلها، ينتهي التحميل، قم بتغيير هذا الاسم AAF3 كذا من المليك الى ببجي موبيل، قم بعمل كوبي كولي لهذا العبارة، هذا العبارة دي لا كوبي كولي. ونفس الشيء بالنسبه للملف الاو بي بي، نفس الطريقه نقوم بتحميله داونلود ويز اي دي ام، ونفس الشيء قم بتغيير اسمه عندما ينتهي التحميل الى كما راه مكتوب هنا مين بوان كذا منا بوان كوم بوان تنسنت بوان اي جي بوان او بي بي، نفس الشيء نفس الطريقه كما تشاهدون، ها نفس الشيء ونفس الطريقه، هو الملف فيه 1.62 جيجا بايت، وهو الاسم، نقوم بتغيير الاسم، هذا الاسم AF كذا من هيك، هذا الاسم الطويل كله بعد انتهاء التحميل، ملاحظة مهمة جدا، بعد انتهاء التحميل إلى main 12000 إلى main نقطة 12600.com.tencent.eg.obb. طبعا بعد الانتهاء من التحميل، كاين اللي يعرف طريقة تثبيت اللعبة. بالنسبة للمشاهدين الأعزاء الذين لا يعرفون طريقة تثبيت اللعبة أوفلاين، يعني بطريقة أوفلاين، طريقة سهلة وسهلة جدا. وشنو هي؟ نقوم اول خطوه، تبعوني هنا، هنا في الاسفل، اول خطوه نقوم بعمل كوبي كولي لهذا الملفات في الجهاز الهاتف تاعك، هذه اول شيء تقوم بوضع يعني كيبل يو اس بي، تقوم بوضع الكابل يو اس بي، وتقوم بعمل كوبي كولي الملف ابي كا وملف او بي بي للهاتف تاعك، جميل. بعد ذلك واش دير، تقوم بالضغط على الملف اللي اسمه ابي كا، هذا ببجي موبايل ماد ميرامار، تقوم بالضغط عليه وتقوم بتثبيت اللعبه، انستال ذا ابي كا فايل، يعني تقوم بتثبيت اللعبه تاعك، سهله كيما تستالي اي برنامج اخر. الان يبقى لنا هذا الملف او بي بي، طريقه تثبيته سهله وسهله اكثر مما تتخيل. واش ندير، نروح الميفيشي او ماي فايلز او ملفاتي، طبعا على حسب لغه البرنامج تاعك، عفوا على حسب لغه الهاتف تاعك. بعد ذلك تدخل الى ملف اسمه اندرويد، اندرويد كاين ملف في الهاتف اسمه اندرويد. بعد ما تدخل هذا الدوسي المجلد، بعد ذلك تدخل مجلد او دوسي واحد اخر اسمه او بي بي. بعد دخول هذا الدوسي دوزيام اللي اسمه او بي بي، تدخل دوسي واحد اخر اسمه com.tencent.eg، هذا الدوسي الخاص بلعبه ببجي، يعني فولدر دوسي فولدر مجلد
كيفاش حبيتو تسموه، اسمه com.inset.eg. اذا صرت موجود هذا الملف com.inset.eg، قم بوضع يعني ملف الاو بي بي داخل هذا الفولدر او هذا يعني الدوسي. اذا لم تجد هذا الدوسي اسمه com.inset.com، قم ب يعني عمل كري انوفو دوسي، يعني كرييت نيو فولدر، قم بعمل كري انوفو دوسي وسميه لكن بهذا الشكل com.tencent.eg، ثم قم بوضع ملف الاو بي بي الداخل، وبعد ذلك اذهب مباشره الى لعبه ببجي وراح تبدا تنطلق لعبه ببجي. وهذه الطريقه صحيحه لاي برنامج موجود في البلاي ستور، اي برنامج موجود في متجر بلاي ستور كما تشاهدون الموقع الرسمي يمكن تحميله بهذه الطريقه. في الاخير نتمنى مشاهدينا الاعزاء ان الشرح كان وافي وشرح طريقة هذه سهله وبسيطه جدا تفادي كل مشاكل عن طريق تحميل من بلاي ستور، وين احيانا يقوم يعني بعمل بلوك واحيانا يتوقف واحيانا يدير مشاكل يعني برنامج او تطبيق البلاي ستور. في الاخير مشاهدينا الاعزاء نشكركم على حسن الاستماع والمتابعه، ان شاء الله تمشيكم طريقه ومتاكد مليار بالمئه ان الطريقه تمشيكم. لا تنسوا دعمنا بلايك وسبسكرايب ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء. نلتقي مره اخرى في فيديو آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.